هنتكلم في الفيديو ده عن تطبيق او ابليكيشن شهير جدا، وهو احد منتجات شركة مايكروسوفت، هو برنامج الوورد. البرنامج ده هنتعرف في الفيديو على الواجهة بتاعت البرنامج، سكرين لي اوت او الانترفيس، بحيث نقدر نستفيد من الامكانيات الموجودة في البرنامج لو قدرنا نتعرف على الامكانيات من خلال واجهة البرنامج. بداية لازم نعرف ان التطبيقات اللي هي اوفيس بالتحديد يعني، ودي ابليكيشن او تطبيقات بنزلها لاداء مهمة محددة زي الوورد، بستخدم امكانياته في كتابة التقارير والمستندات، اكسل لعمل معادلات حسابية وغيره، باوربوينت بستخدمه لعمل برزنتيشن او عروض تقديمية، اكسس لقواعد البيانات. اذا كل تطبيق بينزل لأداء مهمة محددة، إما التطبيق ده يكون متثبت على جهازي بشكل لوكالي أو محلي، وده بجيبه من قائمة ابدأ وكافة البرامج، وداخل مجموعة مايكروسوفت أوفيس بختار التطبيق اللي هشتغل معاه. بالتأكيد أقدر أعمل اختصار إلى سطح المكتب عشان ملفش اللفة دي تاني، وأفتحه من خلال سطح المكتب من خلال اختصار إني أعمل كليك يمين واختار ارسال الى، واقول له سطح المكتب انشاء اختصار، او اثبته على شريط المهام او ازيل التثبيت من خلال شريط المهام. الوورد لو متثبت عندي بشكل لوكالي او محلي، لو حبيت اشيله بشيله طبعا من كنترول بانل او من لوحة التحكم، مش مجرد مسح اختصار هيحذفه زي كل التطبيقات. ممكن اشتغل بقى اونلاين، اونلاين بمعنى ان الوورد ما يكونش او الاوفيس ما يكونش متثبت على جهازي، بحتاج بس اتصال بانترنت ومتصفح، وعلى سبيل المثال هنا جوجل كروم، وادخل على اوفيس 365، وده بيحتاج اكاونت ومن خلاله اقدر استخدم وورد اونلاين على سبيل المثال. طبعا ده طبعا بيحتاج اكاونت او حساب عشان افتح الوورد اونلاين، والاكاونت ده بيكون اما مدفوع عن طريق مايكروسوفت او حتى بيكون فري. ومن اشهر الكلاود او الحوسبة السحابية جوجل درايف، من خلالها ممكن اضغط على جديد واختار مستندات جوجل، برضو بيفتح لي برنامج وورد اونلاين، او اقدر اعمل مستندات من غير ما يكون عندي ابليكيشن متطبق او نازل على جهازي، لكن كل اللي هحتاجه اتصال بانترنت ومتصفح واكونت او حساب او اشتراك على، لو داخل على الجوجل درايف هيكون على الجيميل، حساب على الجيميل، ولو داخل على مايكروسوفت اوفيس 365 بحتاج برضو حساب على اوفيس 365، واقدر استخدم الوورد. وبالتأكيد هيتم حفظ اي ملف اعمله على الجزء الخاص بي من الكلاود دي او السحابة. وهنركز في شرحنا ده على شرح واجهة البرنامج المتثبت على الجهاز بتاعي نسخة 2010، طبعا هو متشابه إلى حد كبير مع النسخ الأعلى 2016 و2019. أول حاجة في التايتل بار شريط العنوان مكتوب اسم البرنامج واسم الملف، آخر اسم افتراضي document 1 لحد ما أسميه وأعطي له اسم جديد. من خلال إكس بقدر أقفل البرنامج، من خلال البطن ده بقدر أعمل استعادة للأسفل أو تكبير اللي هو ملء للشاشة. زرار تصغير بيصغر البرنامج وبينزله في شريط المهام، اضغط عليه تاني عشان يكبر. لو النافذة متصغرة بضغط على التايتل بار شريط العنوان وبحرك النافذة في الشاشة. موجود بالاعلى حاجة اسمها كويك اكسس تول بار او شريط الوصول السريع، شريط ادوات الوصول السريع ده بستفيد بيه ان انا بجمع الادوات اللي انا بستخدمها وبرصها في الاعلى، لو حبيت في الاسفل بقدر اغير من خلال اقول له اظهار الشريط بالاسفل، وبجمع مجموعة الاوامر اللي بستخدمها بشكل متكرر وبحطها هنا. كمان اقدر استخدم الاشرطة، كل شريط من دول ليه اسم ريبنز زي الصفحة الرئيسية وادراج وتخطيط، بضغطة طبعا على اسم الشريط بيظهر الادوات الموجودة داخل الشريط. الشريط او الاشرطة دي ممكن انقل اي اداة بستخدمها كتير الى شريط الوصول السريع، اعمل كليك يمين على الاداة واختار اضافة الى شريط ادوات الوصول السريع بالشكل ده، ولو حبيت احذف الاداة من شريط
الأدوات الوصول السريع بعمل برضو كليك يمين واختار إزالة من شريط أدوات الوصول السريع. الريبنز أو الأشرطة دي ممكن أخفيها، أخفيها من خلال السهم ده، أضغط عليه تم إخفائها، أضغط تاني تم إظهارها. ده مساوي بالظبط لإني أعمل دبل كليك على اسم أي أداة، ضغطتين بسرعة بيخفيها. فأحيانا لو هو مختفي أساسا بالشكل ده وأنا ضغطت ضغطة واحدة على اسم الشريط بيبقى في وضع أوتو هايد أو إخفاء تلقائي، ممكن أختار الأداة وبعدين أبعد يقوم يختفي تاني. لو عايزه يظهر إما إن أضغط على السهم أو أضغط دبل كليك على اسم الشريط. موجود كمان هنا علامة استفهام، علامة الاستفهام معناها استدعاء التعليمات، هيظهر لي مربع التعليمات لكن تعليمات خاصة ببرنامج مايكروسوفت وورد اللي من خلالها أقدر أبحث عن أي أنا محتاج أي معلومة أو أي أمر أتعلمه وأنفذه إزاي من خلال تعليمات وورد اللي طبعا بتكون أوفلاين أو من غير اتصال بالإنترنت. موجود كمان معايا قائمة ملف، الفايل تاب أو الملف بضغط عليها بتظهر لي قائمة، أو بقدر طبعا أستخدم بعض الأوامر المشهورة اللي هنشوفها طبعا بالتفصيل عشان أخفيها، إما بضغط زرار سكيب من لوحة المفاتيح أو بضغط تاني على قائمة ملف أو أضغط حتى على اسم أي شريط عشان أخفي قائمة ملف لو هي ظاهرة بالشكل ده. كمان موجود المسطرة، المسطرة طبعا أنا بستخدمها لو راسم خط على سبيل المثال وغيرت نسبة التكبير أو التصغير بلاحظ المسطرة بتكبر وبتصغر معايا، إذا بتبين لي دايما المقاس الحقيقي للعنصر، كمان بتبين لي المنطقة بتاعة الهوامش وبتكون متغمقة بالشكل ده، والمنطقة اللي مسموح بها في الكتابة بتكون فاتحة ومدي لي المقاسات. أظهر وأخفي المسطرة من الأداة، إظهار وإخفاء المسطرة، أو من قائمة عرض لو حبيت من قائمة عرض وأظهر أو أخفي برضو المسطرة، وبتكون بشكل عرضي أو أفقي وكمان بتكون بطول المستند أو بشكل طولي، وبتحدد لي طبعا المقاسات إما بتكون بالسنتي أو بالبوصة، وبتحدد لي كمان قيمة تحرك زرار تاب من لوحة المفتاح، النقط الصغيرة دي بتحدد لي قيمة قفز تاب، لو ضغطت تاب من لوحة المفتاح بالشكل ده بيتحرك بمقدار نص بوصة بشكل افتراضي وده ظاهر على المسطرة. في البرنامج كمان بما انه نافذة موجود شريط التمرير، شريط التمرير بيظهر عند الطلب بالاسفل، ممكن يبقى بالعرض او بالطول، انا كبرت الزوم بالشكل ده فظهر عند الطلب او لما تم الاحتياج اليه ظهر بشكل افقي، اما لو صغرت نسبة التكبير الزوم من الزوم سلايدر او المنزلق اللي بالاسفل اصبح ملوش احتياج في شكل افقي فاختفى. اخر جزء في النافذة من الاسفل هو شريط الحالة status bar، شريط الحالة فيها عدد الصفحات، عدد الكلمات المكتوبة، اللغة اللي كتبت بيها، لو في اخطاء املائية هتظهر، كذلك موجود عندي طرق عرض المستند، هل تخطيط عرض الطباعة او القراءة، وضع القراءة ولا تخطيط ويب، وكذلك مخطط تفصيلي ومسودة، نسبة الزوم او التكبير او التصغير، بضغط على زائد بيكبر ناقص بيصغر، اضغط على الرقم واكتب الرقم او اختار نسبة التكبير، وطرق عرض الصفحات، هل هيكون صفحة واحدة ولا صفحات متعددة، كل ده بحدده من الزوم اللي بقدر اظهره من خلال الستاتس بار او شريط الحالة. لو حبيت اكتب نص عشوائي بكتب كلمة رند وبين قوسين، ممكن لو حبيت اكتب بين قوسين عدد الفقرات اللي انا عايزها لكن هنا هكتب انتر، مش هحدد له عدد الفقرات، لازم في النهاية اعمل انتر، ظهر لي الفقرات اللي عشوائية اللي اتولدت وهجرب بيها. بداية هنتعرف على الأدوات، في أداة على سبيل المثال زي أو مجموعة أدوات، كل مجموعة أدوات محطوطين جوه جروب، الجروب أو المجموعة ليها اسم هنا، جروب الحافظة، جروب خط، فقرة، أنماط، وتحرير، ده كله داخل التاب أو الشريط اللي اسمه الصفحة الرئيسية. بلاحظ بعض الأدوات لو وقفت عليها بالماوس بيجيب لي تعريف ليها، قال لي بي اللي هي بولد غامق واختصارها من لوحة المفاتيح كنترول زائد بي، وقال لي وظيفتها بتعمل تغميق النص المحدد، ده بينطبق على ايتاليك اللي هو مائل واندرلاين اللي تحتيه خط، لكن بلاحظ ان اليو دايما جنبها سهم، السمول ايرو او السهم الصغير ده معناه ان في اذر اوبشنز او خيارات اخرى، بضغط عليه
وبلاحظ ان فيه خطوط متنوعة، وكذلك كمان في مزيد من التسطير وكذلك الوان للتسطير. اذا لما اشوف سهم جنب اداة اعرف ان فيه خيارات اخرى اقدر اختارها. لو عايز افهم دور الاداة بوقف عليها بيديلي ديسكريبشن او وصف يبين لي الاداة بتعمل ايه. لو شفت مربع زي ده سامح لي بيه الاختيار من الكومبو بوكس بتاعه، اضغط على السهم برضه واحدد اي اختيار انا عايزه او التقطه. طالما هنا سامح لي بالكلام بالكتابة يبقى سامح لي بالسيرش او البحث. ممكن ابحث عن اسم اي خط على سبيل المثال واوصل له واعمل انتر او احدده بعد ما اكون وصلت له. كذلك هنا في سهم ارقام حجم الخط ممكن اختار، ممكن اكتب رقم 13 على سبيل المثال في حجم الخط لانه مش موجود. كل ده بيطبق بالتأكيد على النص المحدد. كذلك بلاقي في نهاية كل جروب دايلوج بوكس لانشر او مشغل دايلوج بوكس او المربع الحواري، وبيكون ليه اختصار كمان. بضغط عليه وبلاحظ ان على سبيل المثال هنا عندي اداة اسمها يتوسط وخط بالشكل ده. بلاقي هنا اوبشن زيادة يتوسط وخط مزدوج. اذا دايما اللانشر او المشغل او المربع الحواري بيكون فيه ادوات اضافية ازيد من الموجودة في الجروب اللي ظاهر عندي. كمان ممكن الاحظ داخل وورد في شكل للانماط على سبيل المثال جروب انماط في معرض. بضغط على السهم عشان يفتح لي المعرض، ولو عايز اقلب وانا فاتح المعرض بشكل عادي بضغط على السهم ده بيقلب لي اللي موجود في المعرض عشان افرد المعرض بدل ما اظهره بالشكل ده. مرة واحدة بفتحه من السهم والشرطة اللي فوقيه. كذلك في برضو بعض البانل اللي ممكن تظهر عندي او القائم. بضغط على بحث على سبيل المثال ظهر لي قائمة للتنقل او البحث، بقفلها من زرار اكس بالشكل ده. بعض برضو اللانشر بالشكل ده بيشغل لي او بيفتح لي بانل برضو بقفلها من اكس. زي ما بقدر اخصص الكويك اكسس تول بار او شريط ادوات الوصول السريع بكليك يمين على اي اداة بالحذف والازالة. برضو بقدر في شريط الستاتس بار او شريط الحالة اعمل كليك يمين عليه واختار ايه اللي ممكن يظهر او ايه اللي يختفي من شريط الحالة. بعد ما تعرفنا على واجهة البرنامج نقدر نستغل بسهولة مع البرنامج ونستغل الامكانيات الموجودة في الواجهة لانجاز اللي احنا عايزينه بالامكانيات اللي موجودة في البرنامج او اللي موفرها لي البرنامج. اشترك في القناة ونتابع الفيديو القادم.